العربي وفيها في تداعيات انفجار بيروت عون لا يستبعد عملا مدبرا ونصر الله ينفي وجود أسلحة أو صواريخ للحزب في مخزن المرفأ فهل تكشف التحقيقات ملابسات التفجير؟ في تفاصيل شحنة الأمونيا قبطان السفينة روسوس يؤكد للعربي إفراغ السلطات اللبنانية للشحنة رغم علمها بخطرها وثائق تؤكد إبقاء الأمونيا على متن السفينة في المرفأ 10 أشهر فمن يتحمل مسؤولية الإهمال في إدخال الشحنة؟ وفي موضوعنا المغاربي على وقع التحقيق في ملفات فساد في موريتانيا رئيس الوزراء المكلف يستعد للبدء في مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة فهل تخلو من الوجوه المحسوبة على الرئيس السابق؟ وفي جولتنا على مواقع التواصل عشرات المفقودين بعد انفجار المرفأ في بيروت واتهامات للسلطات بالتقصير نبدأ الساعة الأخيرة بتداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 154 شخصا على الأقل وخلف نحو 5000 جريح فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين إلى الزميلة ليالي بشارة وهذه النافذة من بيروت شكرا فرح مشاهدينا اهلا بكم الى هذه النافذه الخاصه من العاصمه اللبنانيه بيروت. اعلن وزير الصحه اللبناني حمد حسن ارتفاع عدد القتلى الى 154 قتيلا. اضاف ان حاله 20% من الجرحى البالغ عددهم 5000 مصاب تطلب الدخول المستشفى بينهم 120 في حاله حرجه. من ناحيه اخرى قرر القضاء اللبناني توقيف مدير عام الجمارك بدري ظاهر على خلفيه تفجير المرفأ. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإناب أعلن توقيف 21 شخصا بينهم مدير المرفأ ومسؤولون في إدارة جهاز الجمارك والميناء على ذمة التحقيق في قضية الانفجار. قال قبطان السفينة روسوس التي حملت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت بوريس بروكوشوف في حديث للتلفزيون العربي إن السلطات اللبنانية أفرغت حمولة السفينة رغم علمها بأنها خطيرة وقال بروكوشوف إن السلطات احتجزت السفينة وعلى متنها الشحنة الخطيرة 10 أشهر في الميناء قبل تفريغها تفاصيل رحلة الباخرة روسوس وحمولتها في تقرير مراسلنا في موسكو محمد حسن شاهد صغير على قصة انفجار كبير قبطان السفينة التي جلبت المواد المتفجرة إلى بيروت باريس نيكولايفيتش بروكاشف سرد القصة وكشف الوثائق هذه بوليصة الشحن البضاعة نترات الأمونيا المركزة مصدر البضاعة جورجيا المشتري شركة متفجرات في موزمبيق وفي البوليصة اسم القبطان أباكوموف وليس باريس بروكاشف وقعت عقد العمل وتوجهنا إلى مرفأ كترال بتركيا بالقرب من معمل توزلا حيث كانت السفينة بعد أن غادرها الطاقم وبدأ غريبا لي أن يستبدل الطاقم في الطريق تبين لاحقا أنه لم يدفع لهم أجرهم هذا عقد عمل باريس أصبح بموجبه قبطان سفينة روسوس ليبحر بها من تركيا إلى اليونان توجهنا إلى ميناء بيري في اليونان حيث قمنا بتزويد السفينة بالمؤونة والوقود تبين هذه الوثيقة نية السفينة روسوس بقيادة القبطان باريس بروكاشف التوجه من اليونان إلى موزمبيق إلا أن النية تغيرت بعد أن بقينا نحو أسبوع في اليونان سألت المالك إلى متى سنبقى فأجاب عليكم تحميل شحنة إضافية فلا يوجد لدي ما يكفي لدفع أجور عبور قناة السويس ووجد المالك الشحنة الإضافية في بيروت هذه الوثيقة قائمة بأفراد الطاقم
وتبين توجه السفينة إلى بيروت بدل توجهها إلى موزمبيق. وصلنا إلى بيروت وكانت الشحنة آليات ثقيلة جدا للطرقات، وعندما تم تحميل الشحنة على سطح السفينة الصدي التوى سطحها فأوقفت الشحن. ثم جاء رجال الميناء وقالوا إنه لا يمكن شحن الآليات على السفينة، كما رفض الطاقم الإبحار خشية أن لا يدفع المالك أجرهم كما فعل مع الطاقم السابق. فأخبرت غريت شوشكين المالك بالأمر فقال حسنا، توجه إذن إلى لارنكا في قبرص لأتعامل مع الطاقم. إلا أن السفينة بقيت راسية في ميناء بيروت. لم تسمح سلطات الميناء للسفينة بالمغادرة لعدم سداد أجور الميناء، وتم حجز السفينة، ولم يسمح لي ولثلاثة من أفراد الطاقم بالمغادرة كي نشرف على السفينة. بقي باريس ومن معه على سفينة وصفها بالمتهالكة محملة بشحنة خطرة نحو 10 شهور. غريتشوشكين لم يكن يدفع ثمن الغذاء ومياه الشرب، والطرف اللبناني كان يدفعها ولا أدري من أي مال. هكذا عشنا، وكتبت احتجاجا لمنظمة هيئة العمال الدولية ولقائد المرفأ ولوزارة النقل ولم يبالي أحد. يؤكد باريس أن سلطات المرفأ في لبنان كانت على علم بهذه الحمولة ورفضت مرارا تفريغها. كنت أرى كيف يتم تفريغ نترات الأمونيا من سفن أخرى، وقلت لهم تفرغون هذه النترات ولماذا لا تفرغون حمولتنا؟ تبدو مماثلة. وقيل لي إن ما يتم تفريغه تركيزه أقل، وذلك يسمح بتفريغه. أما حمولتنا فإنها ممنوعة لأنه يمكن تصنيع متفجرات بها، أي أنهم كانوا على علم جيد بهذا. وهل تم تفريغها بالنتيجة؟ تم تفريغه ولكن لم نكن هناك. وهل قال لك البحارة ذلك؟ علمت بذلك من المحامي الذي أوكلناه لإطلاق سراحنا. وما رأيك أنت شخصيا؟ كان ممنوعا على هذه السفينة دخول بيروت أصلا، وعندما أراد غريتشوشكين المالك استدعاء السفينة إلى قبرص كان عليهم وهم على علم أن يدفعوا له أموالا كي يزيل مصدر الخطر هذا من المرفأ، أما هم فحجزوا السفينة. هل هذا منطقي؟ بقي القبطان في بيروت إلى أن ظهرت شركة بارودي، شركة محاماة لبنانية ممثلة بمندوبها محمد زعيتر، وتمكنت من إخلاء سبيل البحارة. قمنا ببيع جزء من الوقود وأوكلنا محاميا لبنانيا، وبعد 3 أشهر من توكيل المحامي قضت المحكمة بالسماح لنا بالمغادرة. أما السفينة فبقيت في ميناء بيروت، وحسب روايات البحارة من أصدقاء باريس غرقت حيث كانت راسية. مشتري نترات الأمونيا لم يعلن عن نفسه أو لم يعلن عنه، ولم يطالب بالشحنة، وكذلك الأمر بالنسبة لمالك السفينة. شحنة الموت لم تغرق مع السفينة ونقلت إلى العنبر رقم 12 إلى أن انفجرت. بعد الانفجار لم تبقى سوى الأوراق. هذه أوراق السفينة وقد غرقت، وهذه أوراق القبطان والبحارة وقد عادوا إلى ديارهم بمساعدة جهة لبنانية، وهذه أوراق الشحنة التي بقيت في بيروت، وغيرها الكثير. أوراق تطرح أسئلة كثيرة ليس أقلها: هل دفعت السفينة لتفرغ حمولتها في لبنان؟ محمد حسن، العربي، موسكو. هذا وتواصل مراسل العربي مع المحامي محمد الزعيتر المعني بقضية دفاعنا عن قبطان السفينة الروسية.
وقال زعيتر للعربي إنه قد ترك مكتب بارودي للمحاماة قبل عامين رافضا التعليق على القضية حتى ظهور نتائج التحقيقات. بعد ذلك حاول مراسل العربي أكثر من مرة التواصل مع مكتب بارودي للمحاماة دون أي رد من المكتب. هذا ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجود أي صواريخ أو مواد لحزبه في أي مخزن بالمرفأ في الماضي أو الحاضر، وأضاف في كلمة متلفزة أن بعض السياسيين سارعوا باتهام الحزب بوجود أسلحة له في المرفأ منذ الساعات الأولى للانفجار. أنا أود أن أؤكد اليوم، أن أعلن وأؤكد نفيا قاطعا مطلقا حاسما جازما حازما أنه ما في شيء لألنا بالمرفأ، لا في مخزن سلاح ولا في مخزن صواريخ ولا في صاروخ ولا في بندقية ولا في قنبلة ولا في رصاصة ولا في نترات، ما في شيء منه هذا على الإطلاق، لا مخزن ولا غير مخزن، لا حاليا ولا في الماضي ولا في السابق في الحاضر أبدا، ما في شيء منه على الإطلاق. ودعا نصر الله إلى إجراء تحقيق عادل وشفاف في الحادثة وتسليم مؤسسة الجيش مسؤولية التحقيق فيما جرى وإنزال العقاب العادل بالمتسببين في الانفجار. إذا كانت مؤسسة الجيش اللبناني مؤسسة موثوقة لدى كل اللبنانيين ولدى كل القوى السياسية اللبنانية والزعامات السياسية اللبنانية، تفضلوا كلفوا الجيش اللبناني طالما أنكم تقولون أنكم تثقون به بالحد الأدنى بالتحقيق. الجيش اللبناني إذا بتوسعوا فيه بروح على التحقيق حيعطي نتائج التحقيق ويظهرها للكل. من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن أسباب انفجار مرفأ بيروت لم تكشف بعد، واحتمالية الاعتداء الخارجي ما تزال واردة سواء كان ذلك بصاروخ أو بقنبلة. طبعاً كان في عدم إدراك أو إهمال بالقيام بالأعمال اللازمة حتى ما نوصل لما حدث اليوم. يمكن يكون هالشيء وقع كحادث عن إهمال أو عن تدخل خارجي، بجوز بواسطة صاروخ بواسطة إمبلة بواسطة. وأضاف عون أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تزويده بصور للانفجار ملتقطة بالأقمار الصناعية بهدف تحديد أسباب الحادثة. طلبنا، أنا شخصيا طلبت من الرئيس الفرنسي أنه إذا عندهم صور جوية يعطونا إياها حتى نقدر نحدد إذا كان فيه طائرات أو نشوف بهالصور شيء من الصواريخ، وإذا ما نوجد عندهم رح نطلب كمان من دول أخرى. ورغم مرور 3 أيام على انفجار مرفأ بيروت فإن العشرات ما يزالون في عداد المفقودين وفق تقديرات الصليب الأحمر اللبناني، وفي الوقت الذي تستمر أجهزة الدولة في محاولات البحث بدعم من فرق إنقاذ عربية ودولية، يقول أهالي المفقودين أن الدولة تأخرت يتهمونها بالتقصير والإخفاق في إدارة الأزمة. تنتظر خبرا عن زوجها عبر الأعلام، تتسمر أمام التلفاز منذ ليلة الرعب في بيروت. تقول: كان زوجي محبا لعمله، وتسأل: أين الدولة؟ لماذا لا تتفانى بالبحث عنه كما تفانى هو في عمله في صوامع القمح؟ أنا شو بدي من كل هاي؟ صارت الكارثة صارت، بس أنا بدي أعرف جوزي وين، بدي أعرف هني كان بدهم إيه، نزل وينه هلأ؟
في المنزل تجتمع العائلة وبعض الأصدقاء. هنا كان يمضي غسان يومياته في حضن عائلة فقدته لا لسبب سوى مكان عمله وإهمال سلطة وإدارات دولة. يقولون ينتظرون ويتحدثون بأمل عن أن غسان قد يكون حيا، وبإحباط عن إجراءات ومساعي الإنقاذ. طريقة سيئة جدا، نطرنا 40 ساعة مع أنه عم نصرخ وعم نناشد أنه في ناس موجودين بس بدوا مين يشيل الأنقاض. إذا الأعمال مكملة مثل ما بلشوا يعني عم يقتلونا، و يعني هن الكارثة. في وسط بيروت خيمة خصصت لفحوص الحمض النووي، أجرت العائلات الفحوصات لعلها تتعرف على جثث أحبابهم وتقدم لهم وداعا يليق بهم. قد يكون الأحباء على قيد الحياة، إنه الأمل الذي تتمسك به عائلات أكثر من 100 مفقود. أجهزة الدولة تقول إنها تبحث بمساعدة فرق دولية. لا معلومات أكثر، تلتزم الدولة بالصمت. إنه الانتظار، انتظار قد لا يكون في مصلحة المفقودين ولا عائلاتهم. ملفات آلاف المفقودين في لبنان منذ الحرب الأهلية لم تقفل بعد، ليظهر اليوم شبح الفقد من جديد، ويبقى الأمل بكشف مصيرهم عاجلا كي لا تصبح قضيتهم بلا حل كما جرت العادة. حمد شبارو، العربي، بيروت. مشاهدينا، للإضاءة على آخر تطورات عمليات الإغاثة، خاصة تلك التي تقوم بها المنظمات الإنسانية، منها منظمة الصليب الأحمر الدولي، تنضم إلينا من بيروت عبر سكايب رونا حلبي المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. سيدة رونا، بعد التحية، كيف تصفون لنا حصيلة 3 أيام من عمليات الإغاثة التي رأينا أن الصليب الأحمر كان السباق في نجدة اللبنانيين المقيمين في بيروت بعد هذا المصاب الأليم؟ مساء الخير. طبعا هو مشهد أليم تمر به العاصمة بيروت، وكل لبنان في الواقع يعيش تبعات هذا الانفجار. هناك الكثير من الحاجات على المستوى الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني. سأبدأ أولا من التقرير الذي نشرتموه قبل قليل. هذا التقرير يركز على موضوع مهم جدا، وهو موضوع المفقودين، وهو أمر نتابعه بشكل مكثف مع الصليب الأحمر اللبناني، الذي فعلا هو جاهز لاستقبال العائلات التي تبحث عن مفقوديها. وهذا أمر يؤثر جدا أيضا على نفسية العائلات، وهذا أمر أيضا نلتفت إليه، لأن فقدان شخص عزيز بهذه الطريقة وعدم معرفة مصير هذا الشخص هو أمر صعب جدا أيضا على المستوى النفسي بالنسبة لهذه العائلات. لذلك نحن نلجأ أيضا لمساعدة هذه العائلات على يعني القدرة على تحمل هذا الأمر ومساعدتهم على المستوى النفسي. أما على المستوى الصحي، فقد قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوزيع المساعدات والمستلزمات الطبية لـ 12 مستشفى في بيروت وضواحيها، كل مستشفى بحسب حاجاتها، وهذا الدعم سيكون مستمراً في الأيام المقبلة بحسب حاجة هذه المستشفيات. ولكن بطبيعة الحال فإن عدم قدرة المرفأ على عملية الاستيراد هو أمر طبعا قد يعيق بعض عمليات الاستيراد، علما أن هناك طرق أخرى طبعا. فنحن سنستقدم هذه المساعدات عبر مطار بيروت الدولي، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه لن يكون هناك ضغط في هذا المكان، خصوصا أن هذا المرفأ يعني كان أكثر من 85% من استيراد لبنان يمر عبر هذا المرفأ.
نعم سيدة رونا، ذكرتم للتو المساعدة النفسية هي أساسية بالنسبة لمواطن اليوم فقد كل ما يملك بعد الانفجار الكبير بمرفأ بيروت. هل من برامج يعد لها الصليب الأحمر لمواكبة سكان العاصمة بالفترة القادمة بعد نهاية فترة الحداد؟ ستدخل فترة مواجهة هذا الواقع الأليم بالنسبة لمواطن فقد كل شيء بالانفجار الكبير. صحيح، هذا الأمر نحن يعني يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، ونحن بخلال عملنا المعتاد في لبنان نحن نقدم مساعدات في هذا المجال من خلال مراكز موجودة في لبنان. لدينا مركز مثلا داخل مستشفى رفيق الحريري حيث نقدم الدعم النفسي للأشخاص الذين هم بحاجة إلى ذلك، لأننا نعتقد أن الصحة النفسية مهمة بقدر الصحة الجسدية، فنحن نركز طبعا على هذا الموضوع، ونحن نعمل بالفعل مع الصليب الأحمر اللبناني على تقديم هذه المساعدة ليس فقط لعائلات الأشخاص الذين ما زالوا في إعداد المفقودين، ولكن لأي شخص قد يحتاج لهذه الرعاية. رونا حلبي المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. شكرا سيدة رونا. مشاهدينا إلى هنا تنتهي النافذة الخاصة هذه من العاصمة اللبنانية بيروت. الشكر دائما لكم على حسن المتابعة والإصغاء. عودة الآن إلى لندن مع فقرة مواقع التواصل الاجتماعي والزميلة مايا عواضة. إليك مايا. شكرا لك ليال وأهلا بكم مشاهدينا. تلميح الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى عمل مدبر وأن ما حدث جراء تفجير وليس انفجار بانتظار التحقيقات فتح الباب أمام فرضيات جديدة. عون غرد قائلا إنه طلب شخصيا من الرئيس الفرنسي تزويد لبنان بالصور الجوية كي يستطيع أن يحدد إذا ما كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ، وأضاف أنه إذا لم تكن هذه الصور متوفرة لدى الفرنسيين فسنطلبها من دول أخرى. هذه التصريحات مشاهدين أثارت جدلا واسعا على المنصات. الباحث خليل جهشان يقول لا شك أن سيناريو حدوث اعتداء خارجي أو داخلي على ميناء بيروت أمر وارد يجب التحقيق فيه، ولكن هذا لا يعفي الحكومة اللبنانية من مسؤولياتها تجاه وجود هذه المواد المتفجرة في مخازن المرفأ. واستغرب هذا المغرد من طلب عون إرسال صور من السلطات الفرنسية قائلا يعني إذا عندهم أدلة على طائرات أو صواريخ إسرائيلية راح يطلعوك عليها. ويعتبر هيثم الكاشف أنه في أي حالة من الحالات يظل السؤال الأهم هنا هو ماذا كانت تفعل شحنة لمواد كيماوية قابلة للانفجار طيلة 6 سنوات وسط منطقة مأهولة بالسكان. وأفادت وسائل إعلام محلية أن عون يرفض أيضا إجراء تحقيق دولي في الحادث، وغرد قائلا إذا لم نتمكن من حكم أنفسنا فلا يمكن لأحد أن يحكمنا، والسيادة اللبنانية لن تمس خلال عهدي. وتعليقا على هذا كتب جورج إرداحي أي سيادة لا كهرباء ولا ماء ولا أكل ولا شرب، وانسرقت أموالنا وهجر أولادنا واليوم عم نموت، أي سيادة عم نحكي فيها؟ ترافقت هذه التصريحات أيضا مع خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي نفى تخزين الحزب لأي سلاح أو مواد في المرفأ. وفي هذا الإطار يقول هذا المغرد ما قاله كل من حسن نصر الله والرئيس ميشيل عون يصل بنا إلى نتيجة واحدة أن لبنان منكوب نكبة أكبر من ساستها، ويطرح تساؤلا بسيطا أين الجيش اللبناني من هذا كله؟ بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الفقرة. عودة إلى بقية أخبار الساعة الأخيرة معك فرح. شكرا جزيلا لك مايا. قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان لا قيمة لها بالنسبة إلى تركيا. وأضاف إردوغان في تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول أن أنقرة ليست بحاجة إلى التباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية على حد قوله. الغاز الذي يفيض على مياه شرق المتوسط قد يوقد على أرضه أيضا شرارة الصراع، والحدود التي تلتبس وتتداخل لا ترسم بتضاريس الجغرافيا فقط بل بحسابات المصالح والأحلاف.
ذاك ما استشعرته تركيا وهي ترقب جيرانها وشركائها في المتوسط ومن تقتسم معهم غازة، مصر واليونان يحددان الحدود البحرية بينهما. في ضمن الأتراك تلك محاولة لحشرهم في زاوية ضيقة حتى يخرجوا من معادلة الغاز في المنطقة خاسرين. لا قيمة لتلك الاتفاقية وهي باطلة بقوة القانون والجغرافيا، يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يصر أنه لن يتباحث مع القاهرة ولا مع أثينا لأنهما ببساطة يقول لا صلاحية لهما في تحديد الشيء. في تقدير الأثراك إذن هناك من ينتهك حقهم ومن يعترض طريقهم، وسفنهم يقول الرئيس التركي إنها أبحرت تناقب على الغاز في مياه تراها حقا طبيعيا لها. ليس الأتراك وحدهم من يرتابون مما يشري، الليبيون أيضا. حكومة الوفاق ترى في الاتفاق المصري اليوناني اعتداء على حقوقها في مياه تقول إنها خالصة لها. ومن يرد على الأتراك وعلى الليبيين يدفع أن أنقرة وطرابلس اندفعتا لتوقيع اتفاقية بحرية أيضا أثارت ريبة من يقتسمون معهما الغاز والبحر. خلاف الغاز والبحر إذن صار مواجهة مفتوحة في ليبيا بين كل أولئك الخصوم، لكن في تقدير الأتراك هم يملكون وقائع وشهود يقولون إنها دليلهم على أن هناك من يريد حصار أنقرة في شرق المتوسط، وإن الغاز فرصة المنطقة السانحة التي لا يجب أن تضيع، يراد له أن يصير ثروة لا تقبل القسمة على الجميع. هكذا وقعت إسرائيل ومصر واليونان اتفاقا لإنشاء خط أنابيب غاز استثنيت منه تركيا، وهكذا أنشئ منتدى لغاز شرق المتوسط ولا عضوية لتركيا فيها. وإذن تنافس يشتد وصراع حدود واتفاقيات سيلتهب. قرر مجلس الدولة البلجيكي توقيف ترخيص بيع شركات محلية السلاح للسعودية، وألغت أعلى محكمة إدارية في البلاد ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبية البلاد أسلحة للسعودية، وذلك بعد ضغط متواصل من منظمات حقوق الإنسان بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية. الساعة الأخيرة مستمرة وفيها شهيدة وعدد من الجرحى في مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية. أهلا من جديد إليكم، تذكيرا بأبرز العناوين. في تداعيات انفجار بيروت عون لا يستبعد عملا مدبرا، ونصر الله ينفي وجود أسلحة أو صواريخ للحزب في مخزن المرفأ. في تفاصيل شحنة الأمونيا قبطان السفينة روسوس يؤكد للعربي إفراغ السلطات اللبنانية الشحنة رغم علمها بخطرها، وثائق تؤكد إبقاء الأمونيا على متن السفينة في المرفأ 10 أشهر. الآن إلى فقرتنا المغاربية مع وائل. إليك وائل. شكرا فرح. أهلا بكم مشاهدينا. على وقع التحقيق في عمليات الفساد في حقبة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، يتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف محمد ولد بلال مشاورته الهادفة إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ويرجح مراقبون خلو التشكيلة القادمة من كل الوجوه المحسوبة على الرئيس السابق. عام على تقلد محمد ولد الشيخ الغزواني زمام الحكم في موريتانيا. الغزواني يحسب عليه وفق منتقديه احتفاظه في حكومته الأولى ببعض وزراء سلفه المتهمين بالفساد، لكن يحسب له كذلك انفتاحه على المعارضة كما يرى البعض. السيناريوهات المتوقعة للتشكيلة الوزارية القادمة هي أن يتم استبعاد كل من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول الفساد،
كما نتوقع أيضا إدخال المعارضة الموريتانية التي وقفت في وجه محمد بن عبد العزيز وتحدثت عن الكثير من جرائم الفساد التي كشفت حاليا. الشارع الموريتاني المحبط من حكوماته السابقة بحسب البعض يحلم بأن تكون التشكيلة الوزارية القادمة في مستوى ما يطمحون إليه. نريدها أن تكون حكومة جديدة تحاكم المفسدين. في الحكومة الجديدة راجين منها تغيير للوطن مناسبة، لأن الوطن مر مرحلة صعبة. حكومة مشكلة من جميع أطياف الشعب الموريتاني، ولا تخون وطنها ولا تخون شعبها. في هذا المبنى تنتظر رئيس الوزراء المكلف مصاعب عدة، تبدأ بتداعيات كورونا ولا تنتهي بتحديات الفقر والبطالة. يريد الموريتانيون لحكومتهم المرتقبة أن تكون حكومة كفاءات، يريدونها نظيفة اليد، ويتطلعون لأن يكون الإعلان عن تشكيلتها بداية القطيعة مع الماضي بكل ممارساته، ماضي الفساد والاستبداد كما يصفونه. تحقيقات اللجنة البرلمانية كشفت عن صفقات أبرمت خارج القانون، تلقوا التعليمات من الرئيس السابق، وأصابع الاتهام تتجه إلى عدد من المسؤولين المحسوبين على الرئيس السابق. خطوة يراها كثيرون بداية عملية لتكريس ثقافة المحاسبة والمساءلة، ويضعها أنصار محمد بن عبد العزيز في خانة التغول وتصفية الحسابات. محمد عبد الله ممين، العربي، نواكشوط. من نواكشوط معنا عبد الرحمن ودادي الكاتب السياسي. سيد ودادي، هل تعتقد أن حكومة ولد بلال المرتقبة ستقطع نهائيا مع مرحلة ولد عبد العزيز؟ نعم سيدي الكريم، أظن أن الهدف الرئيسي لهذه الحكومة هو القطيعة الكاملة وفتح الملفات لمحاسبة المفسدين على ما قاموا به في فترة محمد بن عبد العزيز. هل ستكون حكومة سياسية تضم أطيافا من المعارضة في ظل ما يوصف بالتقارب بين الرئيس ولد شيخ الغزواني والمعارضة، أم لا ستكون حكومة تقنية، حكومة تكنوقراط وخبراء؟ حتى الآن لم نتأكد تماما من نوع التشكيلة، ولكن يتوقع الكثيرون أن يكون فيها أعضاء من المعارضة الموريتانية ومن مختلف الطيف السياسي، يعني بأطيافها المختلفة، هذا ما يظهر، ونظنه أمر طبيعي خاصة أن المعارضة هي من حذرت كثيرا من قضايا الفساد التي كشفت حاليا، يعني وهناك تقارب للسيد محمد والقزواني مع المعارضة في الفترة الأخيرة، نتوقع أن تشترك في الحكومة. ماذا برأيك ستكون أولويات الحكومة الجديدة، أو بالأحرى ماذا يجب أن تكون أولويات الحكومة الجديدة؟ القضية الأولى والأكثر إلحاحا هي قضية الفساد، لأن قضية الفساد هنا في فترة محمد بن عبد العزيز ليست أرقام بسيطة، يعني هذه يعني تقريبا توازي الأرقام التي يتحدثون عنها، توازي الدخل القومي الموريتاني الكامل، يعني أرقام ضخمة جدا، مديونية هائلة، وأيضا الشبكة تغول الفساد حتى ضرب يعني في كل مفاصل الدولة الموريتانية، هذا سيكون هو الملف الأهم والأكثر خطورة، وأيضا المتورطين فيه كثر جدا، يعني العدد كبير جدا، كل يوم تظهر أسماء جديدة. الشيء الثاني قضية ملف كورونا، وهو ملف ما زالت يعني صعوباته يعني على موريتانيا، والقضايا الأخرى قضايا التنمية المختلفة، يعني نحن بلد فقير وعندنا تحديات تنموية، عندنا مشكلة ديون، عندنا مشكلة بطالة كبيرة، عندنا إرث ثقيل جدا، يعني إحنا في فترة محمد بن عبد العزيز أخذنا الدولة الأكثر بطالة في الكرة الأرضية كلها. هل ترى سيد ودادي أن حكومة محمد ولد بلال ستكون هي الحكومة الفعلية للرئيس ولد الغزواني، لأن حكومته الأولى اعتبرت بمثابة امتداد للعهد السابق؟ نعم نظن أن السيد محمد القزواني كان يخطط لأمر، يعني
كان عنده هدف يريد، فيما يبدو لي أنه كان يريد طمأنة الناس في البداية حتى يأخذ أكبر قدر من المعلومات وحتى يجمع يعني ما أمكن حوله من طمأنة الأطراف، وخاصة الأطراف اللي كانت مقربة من محمد بن عبد العزيز، حتى أخذ المعلومات واستطاع أن يجمع يعني حوله أيضا الطيف السياسي الكامل. والآن يعني سيظهر الوجه الحقيقي لمحمد والقزواني في رأيي، أنه الآن سيبدأ فعلا تظهر التوجهات الحقيقية بعد أن أمن نفسه، وبعد أن قام أيضا بتغييرات في الجيش، تغييرات عميقة في المؤسسة العسكرية حتى يعني يقوي أسسه يعني الأمنية والعسكرية. والآن سيبدأ فعلا في رأينا أنه سيبدأ العمل الفعلي. يعني شكرا جزيلا عبد الرحمن ودادي الكاتب السياسي في نواكشوت. في الشأن الليبي، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن وفدا أمريكيا برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميغيل كوريا والسفير ريتشارد نورلاند أجرى مشاورات افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة مع مسؤولين ليبيين للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حل لأزمة سرت والجفرة وإعادة فتح قطاع النفط بشفافية كاملة. وأشارت السفارة في تغريدة على تويتر إلى أن الولايات المتحدة ستواصل انخراطها بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار وخفض التصعيد والعمل معا من أجل حل سلمي يعود بالنفع على الليبيين بحسب تعبير البيان الأمريكي. والآن عودة إلى بقية أخبار الساعة الأخيرة مع فرح. فرح، شكرا وائل. استشهدت شابة فلسطينية إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال في جنين في الضفة الغربية. إلى ذلك أصيب 5 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمس عية قرب رام الله. كل هذا القمع لصلاة لم تتم. فلسطينيون حاولوا الصلاة في أرض مهددة بالاستيطان في بلدة ترمس عية قرب رام الله. قنابل الغاز والرصاص المطاطي كانت بانتظارهم. أصيب العشرات بالاختناق وخمسة شبان أصيبوا بالرصاص. جينا إحنا من أجل نصلي في هذه الأرض، نصلي في أرضنا، إلا أنهم كما رأيتموهم هجموا علينا بقنابل الغاز بقنابل الصوت وبالرصاص الحي ومنعونا من أنه نؤدي الصلاة في أرضنا. مواجهات بالحجارة ردا على القمع بالرصاص، تحولت الصلاة إلى مظاهرة رفعت فيها أعلام لبنان تضامنا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت. حاول هذا المسعف تطبيب مصاب برصاصة مطاطية فملأ الجنود عينيه بغاز الفلفل وصار هو المصاب. قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على طواقمنا أثناء عملها الإنساني في محيط بلدة ترمس عية، وحيث قامت برش الغاز الفلفل على وجه المسعف محمد ملش. استمرت المواجهات لساعات، حاول خلالها المتظاهرون إقامة الصلاة في الشارع دون فائدة. لم يتوقف الرصاص والغاز ولم تتوقف حجارة الاحتجاج. حتى المسعفين الذين جاءوا لإسعاف من يصاب أصيبوا، ولم تقم الصلاة لا في الأراضي المهددة بالضم ولا حتى بالشوارع. عميد شحادة، العربي، من قرية ترمس عية قرب رام الله. عود الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع مايا عواض. إليك مايا من جديد. شكرا لك فرح، أهلا بكم من جديد. مفقودون تحت الأنقاض، قصصهم مؤلمة ومناشدات أهاليهم متواصلة للتحرك بسرعة قبل فوات الأوان، ولكن للأسف يبدو أن الوقت خان وسيخون الكثير منهم. جو عائئي، واحد من المفقودين، انتشلوا جثته أمس ليلا من منطقة الإهراءات في المرفأ. والدة جو كانت قد قالت لوسائل إعلام محلية قبل يومين أن ابنها ما زال على قيد الحياة، وأضافت أنا عارفة أنه جو عائئي بطل وقوي ومرق عليه أشياء أكتر وقدر بقوة الله يتغلب على كل شيء من هيك، وأنا قلبي بقلي ابني أو تحت الأمحات أو تحت بالملجأ أو بالدهاليس. جو له 3 سنين بيشتغل بالإهراءات وبيعرف كتير منيح كيف يحمي حاله.
والدة جو أيضا توجهت إلى المسؤولين قائلة: لو ابن مسؤول أو زعيم كان موجود بالإهراءات شو كانوا عملوا؟ مش بقولولي بآخر الليل انطفى المرفأ بكرة منكمل. خبر وفاة جو مشاهدين أثار غضبا واسعا وسيلا من الانتقادات للسلطات المعنية بالبحث عن المفقودين. وفي هذا الإطار غرد إلي فارس: لو كان جو عقيقي ابن حدا من هالمسؤولين ما كانوا نطروا دقيقة ليقوموا الدنيا ليلاقوه، بس جو ما كان لأمه غير تطلع على التلفزيون وتبكينا تخبرنا عن ابنه يلي نطروا 3 أيام ليفتشوا عليه. جو راح، المشانق قليل عليهم. رواد مواقع التواصل اعتبروا أيضا أن وفاة جو بسبب تقصير السلطات. يقول الناشط ذو الفقار حركة: جو استشهد مرتين، مرة من وراء فساد الدولة ومرة من وراء إهمالها. هالشاب كان بده يهاجر بس أمه قد ما بتحبه خلته حدا. الكل رح يرجع لحياته الطبيعية إلا أهالي اللي استشهدوا. وكتب هذا المغرد: بينما كان عم يختنق تحت الأرض كان رئيس الجمهورية واقف فوق وحاطط إيده بجيابه، وغيره مجموعين على طاولة مع الرئيس الفرنسي، وناس تانية عم يتخانقوا وعم يشحدوا من الدول. جو عقيقي نقتل مرتين. ودعا كثيرون أن تدفع هذه الكارثة للثورة ضد الطبقة السياسية الحاكمة. أنطوني بركات مثلا غرد: ما رح نحكي شعر إذا منترك حدا عكرسته من السلطة. للأسف بلا جو كل من قتل بيكون راح ضيعان رخاص، لا شهداء ولا حكي فاضي، أنتوا بتقرروا. وتحدث أهالي بعض المفقودين عن أسباب تأخر رفع الأنقاض. أميلي حصروتي مثلا، وهي أخت المفقود غسان حصروتي، كانت قد كتبت قبل بدء الفرق الأجنبية مساء أمس بحفر موقع الإهراءات في المرفأ. كتبت: مناشداتنا لحفر الموقع لم تلقى تجاوبا بحجة غياب الكهرباء وغياب معدات رفع الأنقاض. عرضنا ونعرض استئجار معدات على نفقتنا الخاصة، فليسمحوا للإغاثة المدنية بالدخول والمساعدة. ورغم بدء العمليات أمس إلا أن العائلة لم تلقى جوابا بعد عن مصير غسان. على صعيد آخر، وفي خبر يبعث الأمل لأهالي المفقودين، عثر الجيش اليوم على امرأة تحت الركام في بيروت وما زالت على قيد الحياة. منيحة يا شباب، عمهلة هلا عمهلة. شوي 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 شوي. ونختم جولتنا مشاهدينا بخبر ضجت به مواقع التواصل اليوم، وهذه الصورة لألكسندرا نجار التي توفيت متأثرة بجراحها بعد إصابتها بانفجار المرفأ في بيروت. ألكسندرا التي تبلغ من العمر 3 سنوات تنضم إلى ضحايا التفجير الذين تجاوز عددهم 154. رواد مواقع التواصل نشروا صورها وعبروا عن حزنهم الشديد لفقدانها، وجددوا التعبير عن استيائهم من فساد الطبقة السياسية الذي أوصل إلى هذه الكارثة. صاحب هذا التعليق كتب: وكأننا خلقنا وأطفالنا وأرزاقنا وأحلامنا لنكون فقط وقودا لنيران حروبكم وإجرامكم، فنقضي ضحايا لا شهداء، تتاجرون حتى بموتنا. أما وسيم سنو فكتب: ألكسندرا توفيت اليوم، لم تبلغ 4، ماذا نقول لأهلها؟ قد لا يريدونها هم لكن في السماء، أما من حقهم أن يختاروا؟ أما المجرمين الذين أهملوا وتغاضوا وأفسدوا، من يحاسبهم على الأرض؟ وكتب إياد: ذنبك أنك ولدتي هنا، سنجلي أطفالنا لمكان أفضل في بلدان أخرى تتحرك أساطيل لحماية الطفل. وفي الختام كتب الفنان زياد خوري: لو فيكم ذرة مسؤولية أو ذرة إنسانية كنتوا بتستقيلوا كلكم. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الفقرة، عودة إليك فرح. شكرا جزيلا لك مايا. في اليمن قالت الأمم المتحدة إن التقارير الميدانية تفيد بأن 9 أطفال قتلوا وأصيب 7 آخرون، كما أصيبت 2 في الضربات الجوية التي نفذت في محافظة الجوف شمالي اليمن أمس الخميس. وأدان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الضربة الجوية مطالبا بإجراء تحقيق شفاف في الحادثة، ودعا أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين. كما أكد جريفيث أن الأمم المتحدة
تواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار. تحولت ناقلة النفط صافر من مورد اقتصادي إلى تهديد إقليمي متصاعد نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها البحر الأحمر الذي ترسو فيه الناقلة، فهو أحد أهم طرق الملاحة الدولية. غير أن المشكلات الفنية التي تحيط بالسفينة صافر حسب خبراء وصلت إلى درجة لا يمكن معها إفراغ محتوياتها من النفط نظرا للتلف الذي لحق بخزاناتها. التفاصيل في تقرير مراسلنا من صنعاء. قنبلة موقوتة هنا في مرفأ رأس عيسى في مياه البحر الأحمر. ناقلة النفط صافر التي يصل عمرها إلى نصف قرن على وشك الانفجار، فقد دخلت المياه إلى غرفة محركاتها. نحو 1,200,000 برميل من النفط الخام محملة على هذه الناقلة منذ 5 أعوام بسبب عطل أصابها. العد التنازلي قد بدأ لأخطر كوارث البحر العائمة بحسب الخبراء. سيعطل سوى السفن كون بقع الزيت ستنتشر وستعطل كافة الموانئ على الواقعة على امتداد شريط البحر الأحمر. أيضا هناك تأثيرات بيئية أخرى، هناك أكثر من 1.5 مليون طائر معرض للخطر أثناء عبوره السنوي في منطقة البحر الأحمر، كون منطقة مضيق باب المندب هي ثاني أهم ممر عالمي للطيور في العالم. أيضا ستتعرض الشعاب المرجانية لخطر التدمير الكلي. دول التحالف المدعومة أمريكيا هي من يتعمد إعاقة صيانة هذه الناقلة حسب الحوثيين الذين حملوا أيضا المجتمع الدولي المسؤولية عما قد ينجم من كارثة. نناشد وإلى هذه اللحظة الأخيرة المكتب الأممي بصنعاء للإطلاع بدورها الإنساني وأيضا تحول للسماح للفرق الفنية بإجراء العديد من الفحوصات للسفينة لأنها أصبحت السفينة على وشك الانهيار. جماعة الحوثي تراجعت عن إعلانها السماح لفريق أممي بإصلاح خزان صافر، هذا ما أكدته حكومة الرئيس هادي، وقالت إن الحوثيين مستمرون في وضع المزيد من الشروط التعجيزية. قبل فوات الأوان يأمر اليمنيون في إيجاد حل سريع لمشكلة ناقلة النفط صافر بدلا من تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة، على ذلك يساعد في التخفيف من معاناتهم. أكثر من 100,000 صياد يمني سينقطع دخلهم في حال انفجر خزان صافر النفطي، ما يستدعي سرعة التحرك لتلافي تداعيات هذا الانفجار. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا تشهد أجزاء من فرنسا بما في ذلك العاصمة باريس موجة حارة، وهو ما يسمح للسياح والسكان المحليين بالاستفادة من مرافق باريس الصيفية للاسترخاء على ضفاف نهر السين مع الحفاظ على إرشادات التباعد الاجتماعي. وبذا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة، تحية طيبة وإلى اللقاء.